إذن أهلا وسهلا متتبعي قناة شوف تيفي في هذا البث المباشر هنا مباشرة من مدينة مرتيل بطبيعة الحال. فاليوم موضوع اليوم هو الانتعاش بعض المطاعم على مستوى المدينة، خصوصا وأن اليوم الأول يعني من دخول العام الجديد والذي يصادف نهاية الأسبوع، فكين شوية ديال الرواج، كين شوية ديال الانتعاش على مستوى بعض مطاعم المدينة. متتبعي قناة شوف تيفي ونتمنى إن شاء الله أن المدينة أنها تشهد يعني إقبال على مجموعة من المطاعم بالمدينة إن شاء الله. متتبعي قناة شوف تيفي لازلنا يعني في هذا البث المباشر باش أننا نحاول أننا ننقل لكم يعني واش كاين فعلا شي رواج على مستوى مطاعم المدينة هنا بمدينة مرتين. غادي نستضيفوا في هذا المباشر يعني نادي اللي يشتغل باحد المقاهي، عفوا باحد المطاعم، باش يقول لنا كيف هي الوضعيه، واش كاين شي رواج، واش الامور عاديه. نتمنوا ان شاء الله ان الامور انها تزدهر، ان الحركه التجاريه، ان الرواج انه ينتعش ان شاء الله. المتابع قناة شوف تيفي غادي نحاولوا اننا يعني معنا. تفضل اسي. اول حاجه عرفنا براسك وضعنا اليوم في شي رواج باش ليا الامور هذه، وخصوصا عند اليوم الاول من العام الجديد واللي كيصادف نهايه ديال الاسبوع. السلام عليكم، اعرف بنفسي شاف حميد زازا، كنشكر القناه ديال شوف تيفي اللي جات تساندنا براس السنه الجديده ب 2023، وكنتمنوا تكون هذا 2023 بصدفة جديدة إن شاء الله بإقليم تطوان وبمدينة مرتين وبعملة المضيق الفنيدق، تكون شي مفاجأة ديال الرواج. الحمد لله مع رأس السنة البارح واليوم كاين اكتضاد الطلبات ديال البواسون ديال الأطباق السمكية الحمد لله، وأغلبية ديال الناس كيجون عندنا كياخذوا لومبورتي، يعني كيديو الاكل الجاهز للمنازل. والحمد لله كما كتعرفوا مدينه مرتي كتخدم شي شويه نهار يوم السبت والاحد، ومع راس السنه الحمد لله كاين اكتضاض وكاين طلب على البواسو الحمد لله. كما كتشوفوا معنا هنايا تبارك الله راه الحوت ديال مدينه المضيق دورات تبارك الله، كنمشي بلاصوص الا كريم الاي ريغامونتي جميع الانواع ديال السمك. والحمد لله في ريستورانتي فرانس كتقدم وجبات مختلفه ديال الاسماك المتواجده في شارع ميرامار قرب ملاعب القرب مع الشيف حميد زازا الغني عن التعريف، جميع الناس الحمد لله كيعرفوه. وكنتمنوا ان شاء الله تكون هاد 2023 تكون شي مفاجأة إن شاء الله بشي عمل جديد. بالنسبة لكم أنتم شنو الوجبات اللي كتلقى إقبال أكثر اللي كتقنوها أكثر من المطعم؟ الإتقان جميع الأكلات، ولكن على طلبة الرغبات ديال الزبناء ديالنا الحمد لله بجهة الإقليم ديال تطوان بعملة المضيق الفنيدق هو الحوت. الفريتور البواسون الكبير كاين عندنا الباديخو كما كتشوفوا معنا، كما كتشوفوا معنا دورات، كما كتشوفوا معنا هنا تبارك الله الصامة ذكر تبارك الله. كاين هادو كاملين ديال المنطقة. الحوت المحلي والحوت اللي كيجي من اكادير ومن بعد. بالنسبة ديال الحوت المحلي عنده واحد لفظ ديال واحد الصيغة نتقونا الحمد لله، فيه واحد الصابور بنين ولذيذ بلا لقامة بلا طياب بلا حتى شي حاجة. المهم كتسمى راه الحوت ديالنا فيه واحد بنا زعما تبارك الله راه بنا بنينه. بالنسبه لكم يعني العام اللي فات يعني ما كانش شويه ديال ما كانش الرواج بحال هذا العام هذايا، بالنسبه ديال الرواج بالنسبه لهذا العام هذايا كاين شي شويه ديال الرواج الحمد لله، بان السنه الماضيه ما كانتش فيها شي رواج او اقبال لان كان باقي الوباء ديال كورونا، وكانت واحد شويه كان باقي واحد شويه ديال الازمه مع هذه المنطقه ملي شدوا لنا الديوانه وشدوا لنا بان كاين الميناء ديال مدينه المضيق جميع الحوت اللي كيطلع يدلل في اللوحه في تطوان في الرمانه
راه نقصت شي شويه ديال 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 العمل. نعم. شنو كتوقع؟ واش يعني هاد السنه غادي يكون فيها رواج ولا؟ كنتمنى والله يكون تحسن، وواحد النداء للحكومه يكونوا كيخفضوا شويه ديال الاسعار، هذا نداء للحكومه. وواحد النداء اخر ديال الجهه المسؤوله ديال السلطات المحليه تكون كتعرب بالسياحه الداخليه، وتكون كتعرب بالسياحه الجبليه والسياحه المسؤوله. شكرا لقناه شوف تي في. قناه شوف تي في لازلنا في هذا البث المباشر، وكما يعني جاء على لسان يعني احنا حاولنا اننا يعني نتكلموا مع النادل، ولكن النادل نظرا للعمل ديالو فتكلم معنا يعني الشيف ديال المطعم اللي قربنا اكثر. وكما كتشاهدوا في هذا المطعم فهو متخصص في السمك طبيعة الحال، فمعنا احد الزبناء ديال المطعم اللي غادي يقربنا اكثر. تفضل. الحركه كيفاش كتشوف انت هنايا في مدينه مرتين؟ الحمد لله هذه السنه دي كان واحد الاقبال كبير ديال الزوار لمدينه مرتين على غير العاده ديالها في هذه الاوقات من السنه. راه الحمد لله عرفت قبول ومجيء العدد من الزوار من مختلف المناطق المغرب، وكذلك من الجاليه المقيمه بالخارج، وكذلك من الساكنه ديال سبته المحتله. وهذا الشيء يسعدنا نحن كأبناء المنطقة وكأبناء مرتين لتدوير الحركة الاقتصادية بالمدينة باش كيستافد الجميع. الحمد لله البارح ولا اليوم كنشوفوا إقبال كبير على أصحاب المطاعم وعلى المحلات التجارية وعلى المخبزات، وهذا الشيء كيبشر بالخير. الله مدينة مرتين ترجع قطب سياحي قطب اقتصادي مثل طنجة. وحاليا كنشوف أن مدينة مرتين هي المدينة الثانية في جهة طنجة تطوان الحسيمة اللي بعد مدينة طنجة اللي كتعرف هذا الإقبال السياحي والرواج الاقتصادي، وذلك لعدة عوامل من أهمها الجودة. راه مدينة مرتين معروفة بالجودة ديال المطاعم ديالها، كما كنشوفوا حاليا في هذا المطعم ديال السيد هذا كاين سمك طري من البحر اللي عندك كما كنقولوا باللغة الشمالية، كيجي بحاجة مزيانة، كيجي عنده خدامة محترفين والأثمنة في المتناول. الأثمنة كتلعب دور كبير في قدوم السياح هنايا، يعني آخر كيجي مع وليداتو يتغدى ولا يتعشى، كاين الأكل اللذيذ، كاين المعاملة الطيبة، وهذا الشيء كاين في مختلف المرافق هنا في مدينة مرتين. حتى الإقامات السكنية كتعرف انخفاض في هذه الفترة من السنة. بالنسبة لك أنت كواحد من أبناء مدينة مرتين، شنو الحاجة اللي ناقصة مدينة مرتين باش تبقى ذاك الرواج على طول السنة، يعني ما يتوقفش بدون توقف سواء فصل الصيف أو فصل الشتاء؟ الحاجه اللي ناقصانا حنايا في مدينه مرتين والحمد لله ماشى هي توسيعه ديال مطار ثانية الرمل، لان في حاله توسيعه مطار ثانية الرمل غيكون حركه ديال الملاحه الجويه، غيجيو الناس بالاثمنه رخيصه من جميع المناطق ديال العالم. وكذلك مدينه مرتين تحتاج الى سواعد ابنائها والى فتح المزيد من المشاريع، وكنشكروا جدا كان بعدا كنقدم شكر جزيل للناس اللي دارت الثقه ديالها في مدينه مرتين وجد استثمار هنا وغامرت بالملايين. وهنا كنشوفوا في مناطق كابو نيغرو مرتيل يعني كاين مشاريع بالملايين او بالملايير، الناس اللي كتجي وكتحط فلوسها والحمد لله ربي ما خايبهمش. واحد الحاجه انا مدينه مرتين وان المطاعم كانوا على رؤوس الاصابع، دابا كنشوفوا مجموعه ديال المطاعم كتشتح وكتنجح، يعني اللي كتكون عنده الجوده وكيقدر انه يجيب شي حاجه مزيانه الا وكيعمل البلاصه ديالو للمدينه مرتين. طبعا لان الجوده والتنوع هو اللي كيجلب الزبون، اما الا عملتي الحاجه التقليديه وبقيتي في ديك النمطيه راه الزبون غينفر منك. دابا الحمد لله عندنا مطاعم متخصصه في الاسماك، مطاعم متخصصه في بيع الماكولات الطاجزه الفاست فود، محلات ديال السمك. بعدك مرتين معروفه بالسمك، يعني كنصح اي واحد اي زائر من مناطق المغرب الحبيب يجي لمرتين ويقلب على مطاعم السمك، راه الاثمنه في المتناول. ما تسمعوش ديك الهضره اكل الغلاء الاماكن الغلاء لا والو، الحمد لله الاثمنه في المتناول. ومرحبا بالجميع في مدينه مرتين فهي ترحب بكم وفاتحه الاذرع ديالها للجميع. راه الناس مرتين ناس مضيافين وناس الخير
وحنا بدورنا كنفرحوا كما قلت لك قبيل ملي كدور الحركه الاقتصاديه راه كلشي كيتروج تبارك الله. سائقي التاكسيات كيخدموا، الوكالات العقاريه كيخدموا، كتفتح فرص الشغل للشباب كيخدموا، اصحاب المطاعم المطاعم كيطلبوا ناس يجيو يخدموا معاهم، نساء وبنات عفوا النساء ورجال كيجيو يخدموا الشباب، وهذا الشيء كيفرحنا والحمد لله على هذه النعمه الاستقرار ونعمه الامن. وكذلك ما ننساش باش نقول بان مارتين مدينه امنه، مدينه مستقره من ناحيه ديال الامن، راه كتسجل نسب يعني شبه منعدمه ديال الجريمه، شبه منعدمه ديال الجريمه، يعني مارتين تخرج فيها الجوج ثلاثه الليل تاكل تشرب مع انت وليداتك، ما كاينش اللي يوقفك، ما كاينش اللي يهضر معك. والحمد لله وكنشكروا الاجهزه الامنيه على الدور اللي كتقوم به، وشكرا لشوف تي في على هذه الاستضافه الطيبه. سابقا شوف تي في كما جعل لسان يعني ابن مدينه مارتين، فمدينة مارتيل فهي معروفة بالسمك، وكذلك فاليوم مدينة مارتيل كتشهد واحد الرواج، نتمنوا إن شاء الله أن هذا الرواج يعني يكون على طول السنة، ما يكونش غير خلال فصل الصيف. بطبيعة الحال فاليوم الأول فاكين بشارة خير، وكما كتشاهدوا فاكين شوية ديال الإقبال خصوصا على هذا المطعم هذايا اللي حاولنا أننا نستقيو منه الشهادات ديال يعني الطباخ ديال هذا المطعم، وكذلك أحد الزبناء وهو طبيعة الحال أحد أبناء مارتين. نتمنوا إن شاء الله أن الرواج الاقتصادي أنه يشمل جميع مناحي مدينة مارتين. إذا متسبق أنا شفت به، إلى هنا ننهي هذا البث المباشر وإلى بث آخر، دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.